واحدة من أكثر الألعاب انتشاراً في تركيا والبلاد العربية بين تجمعات الرجال، وخصوصاً المتقاعدين من العمل. إنها لعبة طاولة الزهر، أو الشيش بيش، طاولة أيونو، كما يقال لها بالتركية. يرجع تاريخها إلى حوالي 3000 عام قبل الميلاد، وذلك في مدينة أورو التاريخية، في بلاد ما بين النهرين حسب الروايات. في المقاهي والسهرات، في الحارات وحتى المسلسلات، بين الشباب والكبار ومؤخراً بين النساء، يهتم الأتراك بلعبة الشيش بيش طاولة أيونو، كونهم يجدون متعة لا تضاهى وتخلق أجواء اجتماعية جميلة جداً، كما أنها لعبة تحدي تعمل على تنشيط العقل والذهن، لأنها تحتاج إلى إبقاء العقل متيقظاً من أجل الحصول على الفوز، فهي تحتاج إلى الانتباه الدائم. تتكون هذه اللعبة من رقعة خشبية أو صندوق خشبي، يمكن أن يكون مزخرفاً ومطعماً بالصدف أو بقطع خشبية ثمينة من الأبنوس، وعدد من الأقراص العاجية أو البلاستيكية أو الخشبية بلونين مختلفين، عددها 15 من كل لون، ونردين سداسيين، ويقوم كل لاعب برمي قطع النرد وقراءة الأرقام التي ظهرت على الوجه العلوي من قطع النرد، ومن ثم تحريك القطع البلاستيكية على اللوح الخشبي. ويقال أنه كان هدف مخترع اللعبة هو وضع مجموعة من الرموز التي لها علاقة بحياة الإنسان، إذ إن الألوان التي تمتلكها الحجارة السوداء والبيضاء إشارة إلى ألوان الليل والنهار، بينما الأوجه على قطع النرد مجموع أرقامها 7، وهو أيام الأسبوع، وعدد الحجارة 30 حجراً على عدد أيام الشهر. أياً كان الهدف والغاية، فتبقى لعبة طاولة الزهر لعبة شعبية مشهورة داخل المجتمع التركي، ومتنفساً كبيراً لكبار السن، خاصة في أوقات الحجر المنزلي في ظل انتشار جائحة كورونا.